حاجة واحدة لو قررتها قبل النوم بأمر الله عز وجل 3 مرات إن شاء الله بإذن الله ربنا يحقق لك اللي أنت عايزه. كل اللي سمعوا مني الطريقة ديت وعملوها الحمد لله، بشروني بكل خير وكل اللي هم عايزينه الحمد لله بفضل الله اتحقق. طب يا ترى إيه هي الحاجة ديت؟ قولي لنا عليها. مش هقول لكم قبل ما تصلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل المطلوب منك أو منك بتروحوا بتعقدوا النية بأمر أو بتعقد النية بأمر الله عز وجل، إن ربنا مجيب لدعواتك، إن ربنا مجيب لكل اللي أنت عايزاه، وهيجيب كل أسئلتك بأمر الله عز وجل. هتعملي إيه؟ هتروحي تتوضي، سواء رجل أو ست أو بنت أو شاب، أي حد حتى لو طفل عنده 7 سنين وعايز يعملها يعملها. تدعي ربنا بأمر الله عز وجل إنه يحقق أمنيتك. هتروحي تتوضي وتروحي اتجاه القبلة وتصلي ركعتين لله، وبعد ما تصلي ركعتين لله بأمر الله عز وجل هتقعدي وانتي قاعدة مكانك في اتجاه القبلة تقرأي سورة ياسين 3 مرات. طب أثناء ده كله اللي بيحصل بتبقي متخيلة ان كل حاجتك اتحققت. لا ده انت مش متخيلة، ده انت عندك يقين ان كل حاجة انت عايزاها اتحققت بأمر الله عز وجل. خلصنا قراءة سورة ياسين 3 مرات واحنا قاعدين في اتجاه القبلة، اوعي تقومي من مكانك، بتروحي ماسكة سبحتك بأمر الله عز وجل وانت كلك يقين وبتقولي لقد جعلها ربي حقا، وانت بنفس الطريقة ديت والوضعية دي بتعملي كده وتبقي متخيل. عايزة بيت تبني اتخيلي ان البيت بيتبني، عايزة تشتري شقة تخيلي كده، عايزة تروحي عمرة لله عز وجل بأمر الله عز وجل اتخيلي ان دوت هيحصل. اي حاجة انت عايزاها، جواز، رزق، شغل، اطفال، بأمر الله عز وجل. ياسين لما قرئت له، وبعد كده بتقولي لقد جعلها ربي حقا، لقد جعلها ربي حقا، لقد جعلها ربي حقا، وانت مغمضه ما تفتحيش عينك لحد ما تخلصي السبحه بتاعتك 100 مره بامر الله عز وجل. بعد ما بتخلصي لقد جعلها ربي حقا 100 مره بتقولي الدعاء دوت 21 مره، وبعد كل مره في الدعاء بتقولي يا رب حقق لي كذا، دعوتك اللي انت عايزاها. اللهم يا قريب يا مجيب، اللهم يا قريب يا مجيب، اللهم يا قريب يا مجيب، بتقولي 21 مره. بعد كل مره بتقولي ايه؟ اللهم يا قريب يا مجيب ارزقني بالزوج الصالح، اللهم يا قريب يا مجيب ارزقني بالذرية الصالحة، بأمر الله عز وجل. أي حاجة أنت عايزاها أو أنت عايزها يسبقهم اليقين في الله عز وجل، الثقة في الله عز وجل. خليكي واثقة وخليك واثق إن الاستعانة بالله ليها طريقة استحضار، لأن عبادة، لأنها عبادة منسية. يعني إيه عبادة منسية؟ يعني إحنا بننسى ان احنا نستعين بالله ازاي. انت بتستعيني بالله بقرآن الله بسورة ياسين التي هي لما قرئت له بأمر الله عز وجل، وبالصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وبالدعاء وبالتقرب الى الله، وان ما تقوميش من على سجادتك قبل ما تناجي ربك وتسأليه تحقيق امنيتك وبأمر الله الامنية متحققة. هتعمليها كم مرة؟ 3 مرات، واللي يعملها وبأمر الله ربنا يكرمه بالحاجة اللي هو عايزها وبيبشروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.